زي النجلاوي المدروجيه والمرأة والاسره تكونوا كما رسم بالياسرين على اثر الحادثه الاليمه اللي تعرضت لها توفيت رحمه الله السيده دليله القاسمي. قمت اليوم 11 جانفي 2021 بزياره ميدانيه لهذه الاسره للتعرف على الوضع الاجتماعي والنفسي وتحديد برنامج عمل فني دقيق مع كل الاطراف المدخله لحمايه هذه الاسره وحمايه الاطفال والتعرف إن شاء الله كل مؤسسات الدولة بتكون طرف بالتدخل لحماية هؤلاء الأطفال. وبالمناسبة نشكر الأهل المتوفاة عائلتها اللي قايمين بدور كبير في حماية الأطفال، وإن شاء الله ثم كان التدخلات اللي تنجم تساعد هذه الأسرة وهؤلاء الأطفال على مواصلة حياتهم إن شاء الله رفاهية. من طرف كل الهياكل المدخنة وكل الهياكل ذات النظر كطرف المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والسكونة والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية وكل الأطراف تتدخل لمساعدة هؤلاء الأطفال على مواصلة حياتهم.